بسم الله. دلوقتي عايزين نرسم سقف ونخلي فيه مثلا جزء معين بميول معينة، وبعد كده بيغير الميول بتاعته. فأنا هقول له دلوقتي أنا عايز أرسم روف، هو الافتراضي بتاعه إن هو فيه سلوب، تمام؟ لو عايز تلغي السلوب وتخليه كل سوا واحد بتشيل العلامة من هنا، فأنا هرسمه اهوت، تمام؟ طيب ده هيترسم فين؟ ده أنا عايزه في ليفل 2 أو خليه في الروف. روف لاين اهوت، تمام. اجي انا بقول له روف لاين لحد متر، تمام. يعني هو هيبدا يرسم بالميول ديت، اللي فوق المتر هيمسحه. تعال بص كده، تمام. ما ظهرش هنا ليه؟ لان هو موجود في الروف. فانت عشان تشوفه نعمل فيو خاص بالروف. اقول له هنا فيو بلان، فيو فلور بلان، روف لاين، تمام. اهو ده اوكي. الاندر لاين هخليه بنان. طيب دوت هوت هبدأ ارسم بقى الفلور، الروف التاني. اقول له روف باي فوت برنت، نرسمه على ارتفاع قد ايه بقى؟ نرسمه من روف لاين اقول له انا عايز دوت على ارتفاع مثلا 1000، تمام. وده احنا عايزين كات اوف نان. وهبدأ ارسم من هنا، تمام. تقدر تغير الاسلوب بتاعه، خلي ده مثلا 20 وده 20 وده 20 وده 20. تمام. في مشكلة دلوقتي هنحلها مع بعض. خلينا نلغي بس السكشن بوكس ونشوف الجزء دوت اهو. نقدر نخلي ده اعلى بالمسافه ديت، يعني نقول له دوت خليه بالمسافه. ده السمك بتاعه قد ايه؟ ده السمك بتاعه 3 3 8. فانا هقول له اطلع بمقدار 3 3 8، تمام. لو انت عايز تخليه بالشكل دوت او تخليه تحت زي ما انت عايز، تمام. يعني اعتقد كده افضل. طيب ممكن بالسكشن نظبطها. طب خلينا نشوف واحد تاني، طريقة تانية لعمل الموضوع دوت. هو إن أنا جه هنا هرسم روف، تمام. أو ممكن ناخد الروف ده كده كوبي، تمام. هلغي منه الموضوع القط دوت، كده يبقى هو مكمل. طيب إزاي بقى أخليه يقطع؟ هو مكمل، لو أنت شفته في 3D هتلاقيه مكمل، هو بس عشان الفيو رينج، تمام. ازاي بقى نلغي منه الحته الاضافه؟ لو انت عايز تلعب في الفيو رينج ممكن تيجي هنا وتقول له ايه، انا عايز انليمتد، تمام. وغير لي الكات بلين ده مثلا ل 3، على سبيل المثال. طيب خليني اقول له بقى انا عايز ارسم كومبوننت موديل ان بليس، اختار الروف، روف اوكي، واسميه روف 1، روف 1. واقول له انا المره دي بقى عايز ارسم فويد، تمام. وهنرسمه وهنديه ان هو من 1000، تمام، ل 3000. طيب هنيجي بقى نرسم هنا بالشكل دوت، تمام. طيب خلينا نشوف في 3D. ده القط وده الروف بتاعي. فأنا عايز أقول له اطرح لي ده من ده، فهقول له أنا عايز قط جيومتري. أقول له أنا عايز ده يطرح من الفويد دوت،
بقى بالشكل ده. طيب محتاج ان انا اجي هنا واخليه يطلع لفوق عشان يخفي الجزء ده كله. فينيش موديل ده عندي حاجه بالشكل دوت. تقدر بعد كده ترسم نفس القاعده دي ترسمها هنا، بس احنا شفنا طريقه تانية ان انت ممكن ترسم من تقطع من خلال الفويد لو انا ما عنديش او مش عايز استخدم الاختيار دوت. تمام. طيب خلينا بقى ايه، ممكن ناخد حتى كده كوبي او نرسم واحد جديد. يعني ممكن اكون في الروف لاين واقول له انا عايز ارسم روف، وارسم الروف بتاعتي من هنا لهنا بالشكل ده. تمام. ممكن حتى تنزل بيها المسافة ديت لو انت مش عايزها. تمام. يعني هتقول له دي بقى ايه، تسعة آلاف ومتين مثلا من خلال السكشن تقدر تضيفها. آسف آسف. من خلال السكشن تقدر تظبطها، انا كل مره ازود صفر زياده. تمام. من خلال السكشن تقدر تظبطها بحيث انها تبقى زي دي بالظبط.